مشاهدينا اهلا بكم الى تفاصيل نشرة الاخبار. الى العناوين: دخول حيز تنفيذ التطبيقة الإضافية التي أقرتها السلطات العمومية لتسيير الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا. وزير الصحة يؤكد أن الجزائر لن تقتني أي لقاح غير معتمد لدى منظمة الصحة العالمية، وأن كل الجزائريين سيستفيدون من هذا اللقاح، وحملات التحسيس والتعقيم متواصلة عبر الوطن للحد من انتشار الوباء. عشية إحياء اليوم العالمي لذوي الاحتياجات، تحد ترفعه هذه الفئة بفضل دعم وجهود الدولة. ترشيد استهلاك المياه وحماية هذا المورد الحيوي من أولويات قطاع الموارد المائية في ظل شح تساقط الأمطار. السيارات الكلاسيكية تزور منطقة تسري نجار، المتحف المفتوح على الطبيعة، وتستقطب السياح في مشهد يصنع الفرجة والبهجة. مشاهدينا أهلا بكم من جديد. تدخل اليوم حيز تنفيذ التطبيقات الإضافية التي أقرتها السلطات العمومية لتسيير الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا كوفيد-19، ومن بينها تطبيق الحجر الجزئي المنزلي بدءا من الساعة 8 مساء إلى غاية الساعة 5 من صباح اليوم الموالي على مستوى 34 ولاية. ومن المنتظر كذلك رفع إجراء تعليق خدمات النقل الجوي العمومية للركاب على الشبكة الداخلية، وسيخص هذا الإجراء الذي سيتم تطبيقه اعتبارا من يوم الأحد القادم 6 ديسمبر الجاري جميع الرحلات من وإلى الولايات الجنوبية للبلاد. ومن جهة أخرى وكمرحلة أولى 50% من الرحلات التي تخدم شمال البلاد، مع الاعتماد على التنفيذ والامتثال الصارم للبروتوكولات الصحية الخاصة على مستوى المطارات وعلى متن الطائرات، فيما ستفتح اليوم أيضا المساجد بشكل تدريجي ومرن ومراقب من قبل السلطات العمومية للمساجد ذات سعة تزيد عن 500 مصلي، وذلك مع التقيد الصارم بتدابيره والبروتوكولات الصحية للوقاية والحماية من انتشار فيروس كورونا. صحيا، أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد أن الجزائر تقوم بمتابعة كل المستجدات المتعلقة باللقاحات في الدول التي توصلت إلى لقاحات وصفت بالناجعة، مضيفا أن الجزائر لن تقتني أي لقاح غير معتمد لدى منظمة الصحة العالمية، وأن كل الجزائريين سيستفيدون من هذا اللقاح، خاصة فئة المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة. احنا لما ندخل في صراع تاع الخبراء، ولا مستحيل يكون فاكسان في 6 اشهر او 8 اشهر، مستحيل فاكسان 5 سنين 10 سنين. لا ماهوش اختراع الفاكسان، سيك ما بعد الفاكسان، هاني خلقت اليوم الفاكسان ونمدوا المواطنين على شهر على شهرين على ستة تبان جوانب نتاع 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 الفاكسان. لكن سي اون سيتياسيون دورجانس، الفاكسان في بسرعه. كاين على الاقل 200 مخبر راهي تخدم في الفاكسان، قيل انه يمد في جانفي ولا لا؟ نعم. علاش جانفي؟ مازال ما صرحناش، مازال ما خذيناش الاجراءات، ما كان حتى دوله في جانفي. نشروا الفاكسان كاليفي مقبول من طرف المنظمه العالميه للصحه، بري كاليفي باسكو هي اللي تضمن. نبداو بالناس اللي قراب بالمرض، هما رجال الصحة، الأطقم الصحية، لا بروتيكسيون سيفيل، الناس اللي يخدموا المجتمع، سادي اللي قراب بالخطر ونحتاجوهم هما يكونوا. درك لو كان جنودنا ما مش صحاح شكون يدافع علينا لو يكون حرب؟ إذا احنا قول كل الجزائريات والجزائريين حافظوا على صحتهم وكلهم يستفادوا من الفاكسان، لكن الدفعة الأولى 3% وبعد 20% الدفعة الأولى تروح للناس. أنا نشوفوا النسبة نتاع المصابين كما نقولوا في القطاع الصحي وعدد الوفيات، ولا هذا سي يونيفرسال باش الناس يفهموا، ماهوش اختيار جزائري، سي نورمال. ميم في حالة وحالات توجور نقولوا أنتم الأولين ومن بعد احنا ومن بعد هذو،
مي كل جزائريه وجزائريين استفادوا من الفاكسان. لي اكثر من 75 سنه، لي مرض كرونيك اللي عندهم اعراض مزمنه، لان الفيروس هذا لما يروح عند شخص ما يدير له والو اذا كان صحيح، لما راه عند شخص واحد اخر يضره اذا كان عنده مرض السكري، اذا عنده ضغط دموي، اذا عنده مشكل في الجهاز التنفسي، اذا فايت 75 سنه، هذا شيء معقول. وفي جديد تطورات الوضعية الوبائية بالبلاد، سجلت 953 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 84,152 حالة مؤكدة، في حين تمثل للشفاء 54,405 من بينهم 596 حالة تمثلت أمس للشفاء. كما سجلت أمس 16 حالة وفاة، ليصل العدد الإجمالي إلى 2447 وفاة رحمهم الله. وللحد من انتشار وباء أو فيروس كورونا، سخرت ولاية ورقلة كافة الإمكانات من أدوية وجهاز كانير وكذا توفير مادة الأكسجين قصد التكافل الجيد بالمرضى. متابعة لهذا الموضوع من مصلحة كوفيد مع فاطمة الزهراء بن عرفة. مع الانتشار المحسوس لوباء كورونا ببلادنا، بات من الضروري أخذ المزيد من الحطة والحذر أكثر من وقت مضى، وتجنيد كافة الأطقم الطبية وتوفير الأجهزة الطبية اللازمة، مثلما هو الحال بمستشفى محمد بوضياف بورقلة، والذي تعزز بثاني جهاز سكانير لمجابهة هذا الوباء. اليوم نفتتح لأول مرة مصلحة جديدة للسكانر اللي راح تزيد السكانر المتواجد حاليا للتكفل بالمرضى بصفة جيدة. الأهم هو أننا نأخذ ونحسس المواطنين على الجانب الوقائي من أجل ارتداء الكمامات، من أجل التباعد الإجباري على مستوى المحلات، على مستوى الناقلين، وكذا على مستوى الإدارات العمومية والخاصة. ولأن الإحصائيات أخذت منحا تصاعديا للإصابة بفيروس كورونا، كل الإمكانات سخرت من وفرة في الأدوية ووسائل للوقاية للتكفل الأنجع بالمصابين، وحفاظا على سلامة الطاقم الطبي بمصلحة الكوفيد 19 بمستشفى ورقلة. والوسيلة اللي تسمح لنا أن إن شاء الله نقضوا على هذا المرض هي الوقاية. الوقاية ماشي من عندي أنا يا كطبيب ولا من عند المؤسسة الاستشفائية، الوقاية من عند الناس. لازم الناس كامل تفهم باللي التدابير الوقائية الموصى بها من طرف المختصين راهي لصالح المواطن، راهي لصالح الصحة العمومية. ولأن الأكسجين مادة حيوية ويكثر عليها الطلب خاصة في الوضع الصحي الراهن، فهي متوفرة وبكميات كافية. مادة الأكسجين نطمن أنها متوفرة، وهذا متوفرة على مستوى المؤسسة، لأن كما تشاهدوا هذا الخزان راه متواجد على مستوى المؤسسة وسعته 10,000 لتر. إذن 10,000 لتر يعني تكفي وكافية والحمد لله. هي مسؤولية نتقاسمها جميعا لمحاربة هذا الوباء الفتاك. من جهتها تتواصل عملية تعقيم وتطهير مختلف أحياء وبلديات بوفاريك، خاصة بعد تصاعد الموجة الثانية لكوفيد 19. ليلى محمد محدود. عدة وعتاد ووسائل تعقيم سخرت لمجابهة كوفيد 19 في موجة ثانية من الفيروس مست مختلف شوارع بلديات ودوائر بوفاريك. أكثر من 60 شاحنة متنوعة الأحجام كما ترونها، وجندت لها أكثر من 60 إطار يعني مؤطر للعملية، يشرفون على تأطير أكثر من 250 عون موزعين على مستوى 9 مناطق داخل مدينة بوفاريك و4 مناطق خارج يعني المراكز الثانوية. موجة ثانية لكورونا جندت لها مختلف المصالح. وإن شاء الله الشعب يكون واعي بالأهمية تاع التعقيم هذايا، وكل واحد يجنب يديروا لي ميزير باريير، ونشاركوا ب 25 عون من مختلف الرتب وخمس شاحنات إطفاء التي ستجوب الشوارع محملة بالمحلول الخاص بالتعقيم في هذه الشوارع إلى إن شاء الله غاية نهاية الوباء. الحيطة والحذر هما سبيل الأنجع لمنع تفشي الوباء.
أما بولاية بشار فقد نظمت عملية تعقيم للشوارع والأحياء بمشاركة الهيئات النظامية والجمعيات والمنظمات التي تشكل النسيج الجمعوي على مستوى الولاية. قامت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية مسعود بوجاري بقسنطينة بعملية تحسيسية نوعية توعوية أقول من مخاطر وباء كوفيد-19. نور الدين بن عبسة. هي دورية تحسيسية أرادها الدرك الوطني بمناطق الظل بقسنطينة. محلات ومقاهي ومطاعم بلدية بوجري عاكس أصحابها مدى الوعي والالتزام بالتدابير الوقائية من مخاطر انتشار وباء فيروس كورونا المستجد. يليق نحترموا مسافة التباعد الاجتماعي، يليق نرتدوا قناع الواقي، ضرورة توفير المعقم داخل المحل تاعك، هذا الشيء راح يخلينا نتجنبوا الإصابة بالمرض هذا ولا نقله سواء الافراد العائله تاعنا ولا الناس اللي راهم محيطين بنا. ما كانش حاجه واعره قد ما انه تشوف الوالده تاعك ولا ابنك مصاب بهذا المرض. اكثريه من المواطنين راهم محترمين بالامور هذه، مام بالتعقيم منا لي بافات راه ما قادينش يدخلوا الحوانت، كاينه امور ناس اللي لا غالب ما على بالهمش، بصح كيما رانا نهضروا معاهم راهم قاعدين يفهموا الامور. فرق مفتشية التجارة رافقت الدرك الوطني وراقبت مدى الالتزام والتقيد بشروط البروتوكول الصحي. أكدوا ديما على اللافتات، أي مواطن يدخل لازم يحترم الكمامة، التباعد الثاني لا تمثلوا البارير كما نحن الحاجز، العملة لازم تكون ديما تكون معقمة، وهذاك ما تخليش التجمع تاع المواطنين هنايا، والماء الاكل يكون هنا على برا تما يكون الحمل برك ويخرج بعد. المواطن وجد في عمليه التحسيس والتوعيه بضروره ارتداء القناع الواقي وقايه. ونشوفوا ماده التطبيق للمواطنين والقناعه تاعهم بالاجراءات الوقائيه للتصدي لهذه الجائحه. لازم نحتاروا يكون التباعد مع بعضنا، يكون انسجام ويكون نوعيوا بعضنا كما ولا للصحة تاعنا وتاع العائلة، مثلا إنسان كيروح للمنزل ما يأديش الأهل تاعو. الجهد متواصل حتى يرفع الوباء ومسؤولية الجميع قائمة. عشية اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة المصادف للثالث ديسمبر من كل سنة، وفرت جميع الإمكانيات المادية والبداغوجية بمدرسة السم والبكم بذويبة من أجل ضمان تمدرس جيد لهذه الفئة. روبوتاج محمد بلتو. لا تشكل إعاقة السم والبكم حاجزا أمام تمدرس هذه الفئة من المجتمع. قسم التنطيق المتكون من مرحلتين يعتبر الخطوة التحضيرية للتعليم الأساسي في هذه المدرسة. لازم يتعلم القراءة على الشفاء، ولازم دائما يكونوا زوج معلمين إلى ثلاثة في قسم في المرحلة التحضيري، لأنهم أطفال صغار ما يزال ما يعرفوش المرحله تاع الجلوس على الطاوله، المرحله اللي وقتاش يتبعونا وقتاش لازم يسمعوا. كيكون يسمع مليح التلميذ هذه ممكن النطق يولي يشوف يسمع مليح. البرنامج التربوي المخصص لفئه ذوي الاحتياجات الخاصه هو نفسه المتبع في المؤسسات العاديه، حيث يولى اهتمام كبير للجانب النفسي للتلاميذ. المهام تاعي هنا في المؤسسه تقتصر تكون يعني هي في عمليه تنسيق وتطبيق وتتبع تطبيق البرنامج التربوي للاساتذه، وكذا عمليه التكفل الفردي اللي يقوموا بها الاخصائيين. الطفل الاصم يقدر يصل الى نتائج جد ايجابيه في المسار الدراسي، يقدر يثبت وجوده، يقدر ينجح، وعندنا شهادات، عندنا بعض الاساتذه كانوا يقراوا عندنا والان راهم ما شاء الله على مستوى الجامعه. هذه الفئه من المجتمع لها الحق نفسه في التمدرس والتعليم كغيرها من الفئات الاخرى، حيث تحتاج الى عنايه خاصه تتماشى مع اعاقتهم لتسهيل ادماجهم في المجتمع. من قال أن الإعاقة يمكن أن تكون عائقاً أمام الوصول إلى ما يرغب فيه الشخص؟
فتحة حرفية في فن الخياطة من ولاية قسنطينة، إرادتها جعلتها تصبح عنوانا للتحدي لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة. أمينة بعتوش. من لغة الإشارة انطلقت، وبموهبة تمسكها بالتكوين تخطت كل العوائق. فتحة حرفية في فن الخياطة، إرادتها جعلتها تتجاوز فكرة أنها من ذوي الاحتياجات الخاصة. كي وصلت 15 سنة ولات راح تسعبدت مع الصم والبكم، اتحادية الصم والبكم داروا لها تكوين ثاني خاص في الخياطة لمدة عام، ومن بعد زادت صراحه التكوين في الخياطه. بديت اول حاجه نعرفوا حيد في الصم، ثاني مدارين خياطه بديت معهم هما. قالت لكم بعدا كاينه وحده ثاني معاهم في الصم في الاتحاديه، هي اللي عاونتها في سيدي مبروك باش تروح تكمل الخدمه تاعها ودخلتها عندها تخدم. براعتها في فن الخياطة جعلها تفرض نفسها في منطقة العرب بن مهيدي بقسنطينة، أين تتعامل بشكل طبيعي مع الزبائن. تخدمنا مع بعضنا، وبعد كي لقيتها شوية تقدرت تفهم لغة الشفايف تقدرت تنطلق وحدها، وعدت معروفة ما شاء الله، يحب خدمتها مليحة متقونة. فتيحة اليوم ترى المستقبل في ضرورة إخراج فئة الصم والبكم من لغة الإشارة إلى لغة التواصل والإبداع، وهو ما تسعى غرفة الصناعة والحرف التقليدية بالولاية إلى تجسيده ميدانيا. مدى بها يعطيوها محل تكون ذوي الاحتياجات الخاصة أكثر شيء، باش تهنى من الكراء نسقوا مع لونجام مثلا، ولا أونسيرج أونجام كناك نسقوا معهم بهذه الحرفية، راهي عندها أولوية في استفادة في المحل. فالمثابرة والتحدي تتفوقان على الإعاقة التي أصبحت اليوم حافزا لا عائقا لدى فتيحة. في إطار تنمية مناطق الظل استفادت ولاية تيارت من مشاريع تنموية حيوية، حيث تم ربط المناطق الريفية بدائرة الدحموني بشبكة الطرقات الوطنية والولائية وتوفير الإنارة العمومية بالطاقة الشمسية. سفيان مقني. 150 نقطة ضوئية تنير مدخل دائرة الدحموني بتيارت، مشروع يدخل في إطار ترشيد النفقة العمومية وينتظر التعميم على باقي دوائر الولاية. مستقبلا ان شاء الله غادي تكون مشاريع مماثله للتقليل من استهلاك الطاقه الكهربائيه بالشبكه الكلاسيكيه معصونه الغاز والتي انهكت كثيرا الجماعات المحليه. دائره الدحموني تضم عديد التجمعات السكانيه الريفيه كسيدي رابح كاف مزاب والشطيه، والتي سيتم ربطها بطريق سيساهم في فك العزله عنها. مسلك راه يعني سهل جدا، يعني راه يعني يسهل المواطنين، يعني المسافه يروحوا يقضوا صوالحهم، يعني يتمشوا الوطن يتمشوا يعني عادي الحمد لله. يعني احنا بشحال من عام ساكنين هنا، وكانت الطريق هذه مقطوعه، واليوم الحمد لله راه بمده تاع شهرين ولا ثلاث اشهر راه سقمت، راه الحمد لله شتا هي المباني كان خاصنا الحمد لله راهم جابوه حاجه برك، راه خاصنا غير الغاز. هذا الطريق اللي راه أنكور راه 40% فك العزلة على عدة مناطق في مناطق الضل، وأعطى عدة تسهيلات فيما يخص النقل المدرسي ومهمات الفلاحين اللي كانوا يعانوا مقبل. هذا الطريق اللي يمتد على مسافة 7.5 كيلومتر يتواصل ما بين الطريق الوطني 14 والطريق الولائي ألف. توفر الكهرباء والماء الشروب وقريبا الطريق المعبد سيساهم في توجيه اهتمام السكان بنشاطاتهم الفلاحية في انتظار وصول شبكة الغاز الطبيعي. تم اليوم إمضاء اتفاقية مشتركة لمدة 5 سنوات بين الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل والوكالة الوطنية لتشغيل الشباب أونساج، وذلك قصد المشاركة في عمليات التهيئة والصيانة على مستوى أحياء عدل عبر التراب الوطني. مشينا في المبدأ أنه لازم نطور الخدمات تاع لاجيستيون ايموبيليير في الأحياء السكنية تاع وكالة عدل. مشينا في الاتفاقية هذه الإمضاء لا كونفونسيون دابليكاسيون، يعني نحط نجسد الاتفاقية على أرض الواقع لإعطاء يعني نفس جديد في عملية تسيير الأحياء وكالة عدل. الاتفاقية هذه تمت فرصة ثمينة للشباب أصحاب المشاريع
اللي راهم ينشطوا واللي ما عندهمش عبايه ما عندهمش ان بلان شارج. اليوم وكاله عادل الحمد لله يعني عطاتهم فرصه باش يقدروا يستفادوا من نوخ المشاريع في نوخ في اطار 20% تاع قانون الصفقات العموميه. طريقة عرض وتزيين السلع من أهم العوامل التي تجلب الزبون، ولهذا يعمل محمد على تقديم سلعته في أحسن مظهر. المتابعة لعمر بعلي. بتفان وإتقان يحرص محمد على توفير الطمور في أحسن حالتها للزبون، فهذه المهنة في نظره شغف قبل أن تكون مصدر رزق. السلع اللي نجيبوها بسكرة يعني منطوقه من الغروس الاماكن تاع النوعيه الجيده، ونجيبوها نحطوها في غرف التبريد باش نحافظوا عليها باش ما تفسدش، ورا نخرجوا نحطوا في السوق ونبيعوا. كيما عام سنات مره كشوف السعر تاعو راه منخفض بزاف، باسكو علاش؟ كاين بزاف الانتاج والتسويق ما كانش للخارج على بالك، الامور مغلوقه شي مفروغ من ان تكون الاسعار تاعو حاطه، بصح من المستقبل قادر الاسعار تاعو تتغير، قادر يرتفع شويه باسكو ينقص الانتاج وراه محفوظ في الغرف، وتقول لي كاين طلب بزاف ترتفع شويه السعر تاعو. نوعية التمور والعرض والطلب من أهم العوامل المحددة لأسعارها في السوق حسب العاملين في المجال. الأسعار سنة راهي هابطة، خاطر التمور تاع المنتوج تاع العام اللي فات كان مازال قاعد السنة، وزاد الحق علينا الإنتاج الجديد، تسمى الأسعار راهي في المتناول. الجودة كاينة، الجودة العالية وكاينة الجودة المنخفضة، كاين الأسعار من كل كاليتي، كاين الاسعار تاعها وكل واحد والمقدور تاعو يعني اللي يقدر يسن ياكل بها. عوامل طبيعيه واخرى تجاريه ترتكز عليها جوده واسعار التمور في السوق الوطنيه. سجل سد كودية سردون بولاية البويرة 1,700,000 متر مكعب خلال الأمطار الأخيرة، في حين قدر نسبة امتلاء هذا السد ب 14%، انخفاض راجع إلى الشحن في الأمطار. أكثر تفاصيل مع نسيمة يعقوبي. سد كودية أسردون بولاية البويرة ثاني أضخم سد وطنيا بطاقة استيعاب تقدر ب 640,000,000 متر مكعب، اليوم نسبة امتلائه تقدر ب 14%، بعدما كانت العام الماضية 40%. هذا وتحصي مديرية الموارد المائية تسجيل 1,700,000 متر مكعب خلال الأمطار الأخيرة. الوضعية راهي متحكم فيها، والتوزيع يكون ان شاء الله المواطن ما يحش باللي كاين نقص، وكما قلت لك انا مجندين دي ريسورس سوتيران باش نعوضوا اونكا صادير، وين نلحقوا وين صادير ما كانش، يعني درنا السيناريو البلي دي فافورابل سي لابور زيرو، وهذا يعني يقدر يحكم لنا اوتونومي دو 3-4 موا. وامام انخفاض مستوى منسوب هذا السد مراجعه لنظام توزيع المياه على السكان. نقصنا حوالي 25% من الاستهلاك، كما تعلمون دروك الحمد لله رانا في قرابه فصل الشتاء، يعني الاستغلال لا كونسوماسيون نقص شويه، البلديات اللي يشربوا انسير دو ولا انسير دو ايبليس ولا ما نقصنا لهمش، ما ينقص الكوتا تاعهم. بالنسبه للبلديات اللي يشربوا في اون كونتيني اش 24 ولا كوتيديان، كاين بلديات وين يعني نبلعوا في الليل وين الاستهلاك يكون ضئيل جدا، هذا حفاظنا على المورد. فرابور للعوام اللي فاتوا نقص شويه الحال، انا راهي ناقصه مال هكذا في الشتاء ما يروحش ما ينقطعش كاع. الشتاء هذا ناقص على الشتاء اللي فات. بزاف ماشي بزاف صح، ناقص على الشتاء اللي فات. ترشيد استغلال المياه والحفاظ على هذا المورد بات أكثر من ضرورية مع شح الأمطار، أمطار نأمل أن تملأ السدود الأيام القادمة. هذا ويرتقب تهطل الأمطار تكون أحيانا رعدية مصحوبة برياح قوية على الولايات الوسط وشرق الوطن، وهذا ابتداء من ظهيرة اليوم إلى غاية يوم غد، حسب ما ورد في نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية. ومباشرة من المركز الوطني للأرصاد الجوية بدار البيضاء نربط الاتصال مع الزميلة إيمان بوثلجة. إيمان، ما هي توقعات الطقس المرتقبة خلال الساعات القادمة؟
يبدو أن إيمان لا تسمعنا، سنعاود الاتصال بك زميلتي. أمام التهاجمات غير المبررة التي يشنها برلمان الاتحاد الأوروبي ضد الجزائر، فإن جبهة الجزائر الجديدة تدين بأشد عبارات التنديد والاستنكار والاستغراب مثل هذه الاستفزازات المتكررة مع سبق الإصرار والترصد، فإنها تدعو الاتحاد الأوروبي إلى التزام حدوده واحترام الآخرين وألا يكون رهينة للنزوات الفرنسية وأداة لها في تصفية حساباتها وابتزازها للآخرين، وتهيب بكل الجزائريين والجزائريات لعدم الانجرار وراء هذه الحملة المسعورة التي تستهدف بلدهم، وأن يميزوا بين خلافاتنا الداخلية وبين الإجماع الوطني. أجل مجلس قضاء الجزائر العاصمة الاستئناف في الأحكام الصادرة في حق الإخوة كونيناف والمتورطين معهم من إطارات في عدة وزارات في قضايا متعلقة بالفساد إلى 16 من الشهر الجاري، وجاء تأجيل بطلب من هيئة الدفاع بسبب تأسيس محامين جدد في القضية. وكانت المحكمة الابتدائية لسيد محمد قد أدانت نهاية 2 سبتمبر الماضي الإخوة كونيناف بأحكام تتراوح ما بين 12 و20 سنة سجنا نافذا مع مصادرة ممتلكاتهم داخل البلاد وخارجها وغرامات مالية بقيمة 8 ملايين دينار جزائري لكل واحد منهم. وفي ملف الصحراء الغربية، أعرب ممثل جبهة البوليزاريو لدى الأمم المتحدة سيدي محمد عمار عن استنكاره لعدم قيام مجلس الأمن الدولي بأي عمل يدين العدوان المغربي على المتظاهرين الصحراويين السلميين في منطقة القرقرات، مجددا التذكير بحق الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال المقدس وغير القابل للمساومة. من جهته أكد عضو مجلس الشيوخ الأسترالي أنه يتعين على مجلس الأمن الدولي وضع خطة للتوصل إلى حل دائم للصراع في الصحراء الغربية، على أن يتضمن أي قرار حق الشعب أو حق الشعب الصحراوي في اختيار مستقبله. هذا وطالب مجلس مدينة بنتينيا الحكومة الإيطالية والاتحاد الأوروبي باتخاذ مواقف جادة لإدانة العدوان العسكري المغربي على المتظاهرين السلميين الصحراويين في المنطقة العازلة بالصحراء الغربية. كما أدان المجلس الانتهاك الصارخ للاتفاقية العسكرية التي ترعاها الأمم المتحدة بين طرفي النزاع في اختيار مستقبله. أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنه يتعين على المجتمع الدولي ومجلس الأمن دعم الليبيين من خلال تبني نهج مشترك من أجل تحقيق الاستقرار. كما أبدت تفاؤلا بشأن أحداث التغيير في البلاد. من جهته جدد نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية أحمد معيتيق استعداده لقيادة حكومة الوحدة القادمة إذا اختاره الليبيون. هذا انطلقت أمس الجولة الرابعة لملتقى الحوار السياسي الليبي افتراضيا لعرض مقترحات آلية اختيار السلطة التنفيذية، حيث يعقد أعضاء الملتقى اليوم جلستين عبر الإنترنت لمناقشة الاقتراحات المقدمة من كل الأطراف بشأن آلية اختيار السلطة التنفيذية. في موضوع انتشار وباء كورونا، تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة يومي الخميس والجمعة القادمين قمة عالمية استثنائية يشارك فيها 141 متدخلا بينهم 53 رئيس دولة. القمة تهدف إلى جمع البلدان جنبا إلى جنب مع الجهات الفاعلة في الأمم المتحدة والقطاع الخاص ومطوري اللقاحات لتقييم الوضعية، كما تهدف إلى تحديد الثغرات والتحديات في مواجهة الوباء. وفي سياق متصل، أكدت الأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 235 مليون شخص في
العالم باتوا بحاجة ماسة إلى مساعدة إنسانية لا تقل قيمتها عن 35 مليار دولار، وهذا بسبب تفشي الوباء عبر مختلف القارات. فيما تقدمت شركتا فايزر وبيونتك بطلب الترخيص للقاحها لدى الاتحاد الأوروبي، أحصت الولايات المتحدة الأمريكية 2500 حالة وفاة و180 ألف إصابة خلال 24 ساعة الماضية، وهو رقم قياسي منذ شهر أفريل الماضي. عودة إلى أخبارنا الوطنية، حيث تم بمقر ولاية تمن راس التكريم رياضيين قدموا من الجزائر العاصمة على متن دراجة هوائية، وهذا لاكتشاف المنطقة السياحية والموروث السياحي لعاصمة الأهجة. بحثاً عن المغامرة واكتشاف منطقة التصل ناجر، وصل فريق من سائقي السيارات الكلاسيكية القديمة إلى ولاية إيليزي في طريقهم إلى مدينة جانات السياحية، حيث استمتعوا كثيراً بما تتميز به التصل من مناظر سياحية خلابة. يقول براهيم بالخير: بات أمرا مألوفا أن تشاهده سيارات الدفع الرباعي وهي تقل السياح لاكتشاف جمال التصل ناجر، لكن أن تصادفك سيارات كلاسيكية فتلك هي المغامرة في تحدي رفعه شباب وهران لقطع أزيد من 2400 كيلومترا من وهران وصولا إلى مدينة جانيت. جينا بالسيارات القديمة من وهران، تحدي جديد درناه، وان شاء الله دوتر افونتور ان شاء الله، وان شاء الله نولوا بخير. عجبني التوقيت، خاصه التوقيت شهر نوفمبر ديسمبر، جانا تكون شابه، قالوا لنا جانا تكون شابه منا. جيت انا والزوجه تاعي واطفال، عندي بنت فيها عندها 3 شهور، جبتها معايا، وهذا في اطار توجور سياحه داخليه. حنا كاع رانا جروب الحمد لله، رانا لحقنا الإليزي الحمد لله غير بشويه بشويه باش نشجعوا السياحه تاع بلادنا على جال هذه الجائحه اللي رانا فيها تاع كورونا. ان شاء الله نشجعوا كاع الاخر السياحه الداخليه، ونشجعوا كاع المواطنين باش يديكوفروا بلادهم. ما تحمله هذه السياره من سحر وجمال اتاح الفرصه للشباب لالتقاط صور مع سيارات كلاسيكيه تزين الطريق بالوانها وتصاميمها المختلفه. نحترموا مواقيت الحجر الصحي، نمشيو حتى 7:30 8 اقل، وين ما نكونوا الحمد لله، زعما كما يقول لك بلادنا راهي امنه وما شاء الله، وين ما تقاري تبات بدون خطر بدون اي ريسك، زعما الحمد لله. جميل جدا، لماذا؟ لانه سيارات قادمه جدا ولاول مره نشهدها بولايتنا، وذلك تشجيعا لنوع جديد من السياحه الرياضيه ان صح التعبير، والتي تدخل في السياحه المغامراتيه. ومرحبا بالجميع، لانه إليزي تستقبلهم وكل المناطق السياحيه بها مفتوحه. مواقع أثرية ومناظر طبيعية تشكل أمامنا لوحة فنية تترجم تاريخا عريقا لمنطقة التصل ناجر، تدعو السائحة لزيارته واكتشافه عن قرب. بمنطقة التصل ناجر الخلابة نختم نشرتنا، لا تذكر بالعناوين: دخول حيز تنفيذ الترتيبات الإضافية التي أخذتها السلطات العمومية لتسهيل الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا. وزير الصحة يؤكد أن الجزائر لن تقتني أي لقاح غير معتمد لدى منظمة الصحة العالمية، وأن كل الجزائريين سيستفيدون من هذا اللقاح، وحملات التحسيس والتعقيم متواصلة عبر الوطن للحد من انتشار الوباء. عشية إحياء اليوم العالمي لذوي الاحتياجات، تحدي ترفع وظيفة بفضل دعم وجهود الدولة. تنشيط استهلاك المياه وحماية هذا المورد الحيوي من أولويات قطاع الموارد المائية في ظل شح تساقط الأمطار.
السيارات الكلاسيكية تزور منطقة تاسلينا جرى المتحف المفتوح على الطبيعة وتستقطب السياح في مشهد يصنع الفرجة والبهجة. لكم مني أطيب المنى، في أمان الله.